متابعينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين من سوق مواشي محافظة ديالى. نقدم لكم بورصة الأسعار لهذا اليوم التاسع عشر من شهر أيلول سبتمبر 2022، أيام العمل في هذا السوق الاثنين والخميس فقط، الاثنين والخميس. وقت العمل من الفجر قبل الظهر السوق يعزل. مكان السوق قرب مديرية مرور ديالى، كل المحافظات على رأسنا، كل محافظات العراق ممكن أن تجي لهنا من البصرة حتى الشمال، كلها هنا. هذا السوق سوق مركزي، يعتبر ميناء للعراق بكل أصنافه، بكل أصناف المواشي موجودة هنا متوفرة. ما نقول لكم السوق رخيص أو غالي، ممكن أن واحد هو يشوف الأسعار ويقارن مع سوقه. لا نقدر نقول رخيص ولا نقدر نقول غالي، ونتشرف بمتابعتكم جميعا. وعلى رأسي مصورنا العزيز، هذه بقرة حاطة. اي شقد عليها؟ اها بالايام. اي بالايام. والعملة؟ العملة من عام 3 إلا ربع. 3 إلا ربع، خير ان شاء الله. شقد موصلة له؟ 325. كل التوفيق ابو علي. انت تقول حتى مشتراتها همينة؟ اي زين. من أبيع الكشف؟ انواع، اكو كشف شرعي واكو كشف شي يسمونه مدفون. احنا ما ندفن. يدفن. اي هذا اللي يدفن حرام. يسار الشغل مات. زين اخذت 2 وربع. انت ماخذ؟ اخذت 2 وربع، بيعطوني 5 جنيه. خير ان شاء الله. ماخذ باثنين وربع ابو علي. اي هو يحصل يبيع. هاي الجبة والعملة عليها 2.5. وراها شنو؟ فحل؟ أجل وراها. العملة عليها 5. والدة هاي الثالث. هذه حاطة على أولاد. هاي حاطة على أولاد، العملة عليها 4.5. هذه ورا هاي الحولية الحلوة، العملة عليها 4 وبها مجال. هذا كله سوق الأبقار، أبقار الجنية وأبقار الحليب. هذا الفحل وهاي الأماية مو؟ هاي الأماية. اي هذه أشارة مقطعة ثالث. يعني بيها وراها؟ اي اي بيها وراها. يعني بيع 3. بيع 3 ان شاء الله. 3 هي والبطن رزق. هو رزق طبعا. هذول رزق شو يجيبون؟ اي نعم رزق. المهم رزق. اي رزق شلون الحليب. اي زين. او شم بطن وارد؟ ثالث بطن. بس البطن هذا يعني هاي الرابع. يعني ثلاث بطون لو الناس بطنهم. خير ان شاء الله. والعملة؟ ثلاثة وبيها مجال. هلا عيوني انت شلونك؟ هي احكي لي وضعها. شهر 7 شهر 6 اشهر. وطابع السابع. وهذا ايش وراها؟ يعني العجلها مو ياها؟ ايه هذا هم عجلها ما شاء الله خوش عجل. يعني يقدر اللي ياخذها يفرده؟ يفرده. ها؟ هو انا بيشبع حاجه ما لا يخليه شو اسمه؟ يربطه تسمين. وهي هم وهي تحط ويبيعها. تحط ويبيعها وهم خوش. لا والله. ابو نورس عيني. اللي ياخذ بيها وراها اللي ياخذها هاي مثل هاي شهر 6 طبع السابع وعجل وراها بعدينها. ها اي بيها مستقبل هاي
شلون مو مستقبل؟ مستقبل بهام عجل وهم معشرة. إيه. تفهمني؟ يعني. يعني خلينا نقول شلون مدومن من الراس يعني. من الراس يعني. إيه. نعم. إيه هم معشرة وهم عجل وراها. ها. إيه. زين. العملة عليها 1700. إحنا اشتريناها ب 1725. إيه وريد عليها 100. نعم. تريدوا هسه احنا صار هنا كشف. اي كشف. زين كشف شرعي لو مو شرعي؟ لا شرعي. شرعي. شرعي نعم. لا عاد ياهل مو شرعي. المو شرعي يعني يدفن يقول لك انا ما اخذها ب 1700 وما اخذها ب 1.5. هذا دفن. هذا دفن. اذا دفن دينار. اذا دفن دينار هو ما كل يعني ياكل 1000 ياكل مليون. حرم رزقه كله. اي نعم. خوش. خوش. هنا صارت واضحه. كل التوفيق. الله يرضى عليك. عيون ابو حقي اسماعيل الذهب تشيل ايش عندك؟ والله حتى هاي الدابه ريتها باثنين. الداب وراها فحل لو نتي فحل. خلي نقول وسطانيه مو؟ حوليه والبطن. ها حوليه والبطن. حوليه والبطن. نعم بكر يعني بس هذا اول اولاد. اول اولاد. زين. يعني ابو حقي هاي اذا مداراه تسوى عدالة ياكل من الله ياكل منها جبين اذا مدارة والله جبين تروح ما تروح والله ها عصام انا امانه شو عصام امانه جيني طبعا على عصام شلون امانه شو اسمه شلون امانه شو 10 هواي تداعشنا يا معودين اي عيني هسه قلت قلت كشف مو كاشف كاشف بيش صارت 1,700,000 والله 1,700,000 لا تحلف احنا بعد ان شاء الله صادق انت 1,700,000 ونريد نفع عليها شطونا العمل ها والله شطونا العمل خير ان شاء الله بس احنا ابو حقي نوصيكم بالكشف الشرعي كشف الشرعي ترى دينار اسمع دينار بالحلال يسوى مليار بالحرام ألف رحمة على والديك اي والله والديك هو ترى حفنة ترابات تاليها غطاي اي والله ما حد ياخذ وياه شيء مو والله هذا سعد الناصر راح رحمة الله توفى الله وكيلك يملك بهرس كلها اي هذا سعد النجاح الله يرحمه برحمته الواسعة الله يرحم والديك بس ياكل حرام وهاي مصطفى انت قلت تتابع القناة تابع اي دائما تابع قناة مالتك حلوة والله من يوم وكان انت انا من بغداد على راسي يا حي جميلة على راسي دائما اتابعك والله شلون اسوق جميلة شلونه والله زين بس ركود ركود سوق نايم اي والله مضبوط كلامك إيه. مضبوط السوق العالمي عن الركود اي ركود مو بس سوق جميلة ركود صح قوي. كلش قوي مضبوط ماكو لا بيع ولا شراء لا بيع ولا شيء اي والله احكي لي انتم هنا ايش هسه جايبين والله احنا شركه اوسكار عيون ابو ابراهيم اي علي شريح حق من حق من الجزائر من الحمد لله على السلامه مالته وصل ان شاء الله اي وصل ولا حروح نقول له عمره مقبوله منا خطي خلالي شلون شوالي ما راح انطاني 400 هذي والله عبد ما يقصر اي لا بطل اخو الشيخ ما يقصر اخو هجله عيوني رفعت راسنا ابو عبد الله عيوني ابو هجه هلا على راسي من يوم كان يقولوا لي خلني زعل الصوره مالتك قدام التليفون دائما انت اي بالله العظيم اتشرف بيك سلمك الله بني سعد لا هنا بهرز بيدي حيشي كفو من حيش سلمك الله على راسنا الله عيوني هلا 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 عمري اي نكمل علي كمل عيني سوالي تخوك خطي الله يبارك فيك والله يستر علي وادعي له راحه واجت سهوله مطلوب لعزيمه والله ابو عبد الله رفعت راسنا انت اي ابو عبد الله وابو ابراهيم يشهد لك هاي ابو عبد الله ممنون منك على راسي الله يحفظك عيوني وين هذا؟ اي بعد بيها شفت بيها شيرة؟ بيها شيرة؟ شيرتين بيها شيرتين صاد موجة زين اي العملة العملة عامل عليها ب 2800 وجاي توصل 2300 2300 جاي توصل هذا كله سوق مواشي بعقوبة هذا سوق الشوال هذن اثنين هني عاملون عليهن 3.5 عملة وبيهن مجال
هذني دافعين بيهن 1,402 هن. شلونها هاي دبل اكسل هاي. مليون و350. يلا هذا ها شو السعر من 350 ها شو نزلن عن السعر اللي هو ذاك انطى 400 نطوشه خير ان شاء الله. مليون و350 علي انا بالحاضر بالحاضر. احكي لي شلون الاسعار عيني. اي جواك الله جواك جو الله حيلك. احكي لي شو احكي لك؟ بيش اشوفك شنو قصب بيش بيش قصب مليون مليون اخذت؟ مليون الوحده؟ ايش دعوه؟ على مليون ايش دعوه؟ وهذا مليون ونص. هذا كله سوق الشوال تتراوح الاسعار من 700 فصاعدا. مليون مليون ونص مليونين حتى كوب ثلاثة حسب الوزن مالت. هذه 850 سوق لك اياها. هذه هي وعجلها السوم عليها 2.25. هذا سوق عجل الاقصابة واحنا جاي نقدم لكم صورة مشترين هنا اهل بغداد 4.5 الزوج. 4550 ها 4550 ماكو فرق 50 مو مشكله. 4550 الزوج. هذني اباشير اثنين ب 2.5 مليون وربع اسمان ذني. هذا كله سوق عجل الاقصابه. شلون انباع عندنا الثلاثه؟ الثلاثه باع 5 و300. لا 5 و800. 5 و300. 5 و300 سمنتال ذني ماخذين هل بغداد ان شاء الله؟ هل بغداد حلال ياسر العالم بغداد على راسي. بغداد ان شاء الله هاي؟ ليش ذني بالله الواحد؟ ليش الواحد؟ اسحب خشنات اسحب ابويا وحين هاك جوران يكون ها ها ما يصير ثلاثة اثنين هين ما يصير بالبداية سبعة الا ربع خشنات ذني ما شاء الله ما يصير هسه لو خمسة. عيوني زاهد شلونه؟ عيوني رحم الله والديك شلون شلونه؟ فما تعبان؟ لا والله رحم الله والديك حبيبي الله يحفظك الله يرزقك الله يبارك. هذا ابن عمي على راسي انت بارك بيك. من يوم وكان حضرتك؟ سنين من الحسينية؟ انت قصاب؟ على راسي احب اخونا قصاب ويا ابو رزاق وهاب سيد سيد ماهر على راسي ارحب فيه انت ويا على راسي سوقتوا ان شاء الله؟ ان شاء الله هذا اللي الاثنين ان شاء الله خوش مسواق ما شاء الله خير من الله كل التوفيق الله يبارك فيك على راسي الله يحفظك. الجوراني هنا هلا بحسن الجوراني خالنا العزيز عيوني هذا خالي تحياتي للجورانيه كلهم طيبين والله طيبين الله شاهد انتم طيبين والله وديك الله هلا بيك وبهل بغداد الله عمري على راسي. هذا العجل مشترينا مليونين. ذني زوجهن ثلاثه وربع 3 و300 مصلات. هذا مصل مليون و200 العمله له هو مصل ها؟ قلنا سعره ما طيب. ها خير ان شاء الله. والله ما منع. ها؟ ايش العمله؟ عمله عاليه 3.25. بس اسحب لي وجهه الايجار. هلا خذ لك كاف كاف كاف. ما ليش هذا؟ ما تريد ما تريد ما تريد خلينا نشوفه خلينا نشوف نلقى عليه نظرة. هذا غير ما تريد الباكه مالته دين دين الباكه مالته شلون شلون؟ ها؟ دين دين الباكه. انتم من يا مكان؟ جزال الامام على راسي خالص يعني خالص جزال الامام هلا باهل الخالص. الله يسلم راسك على الماجد الله يسلمك تحياتنا لك وللجميع يعزه. الزوج 2,650 جاي وصلن
كله سوق العجل هذا. انت تعامل بيش؟ 350 مليون؟ 350. ايش قد ممصل؟ ممصل 1,200,000. 1,200,000 ممصل، خير ان شاء الله. حمودي عيني صباح الخير، شلون تعامل على ذني؟ ذني اي انا عندك اجن. اي اجن منهم. اجن منهم زين. والعمله 2.5. خير بس يا تكرمنا ان شاء الله موفقين. اولا بس الله يوفقك، زياره مقبوله ان شاء الله. عيني الله يبارك فيك. اولا بس زين الحمد لله. 200 200 تبيع. الله يحفظك. شلونك عيني؟ خير ان شاء الله. ادي الزلفه صار ذني. اي البلاد الاصيل شلون عملته؟ هذين نريدهم ب 2,400. شوف العرض مالته، شوف الجنس ولا كلش عجيب. جنس جنس. هذا مال رباط. هذا مال رباط يجي مو؟ هذا يفوف مو. خير ان شاء الله. شلونك؟ حسام شلونه؟ عيني هذني شلون العملة عليه هنا ابو حسام؟ 1,700,000 العملة. خير ان شاء الله. يلا موفقين. شو مواصلات؟ 1,400 75. ياسر العزاوي الذهب ذن بيش الزوج؟ والله كان عامل عليه 1,800,000. 1,800,000. خير ان شاء الله. نعم كل التوفيق. مدفوع ب 775,000. هذا بيش؟ ذن منوع عمله ب 1,800,000. عملته على 400 425. 1,400 ده يدفعون بيهن؟ نعم 2,300,000 العملة على ذني. أبو ياسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شونك عيني؟ أهلا فيك. من يوم وكان حضرتك؟ من التواجرية من قرية سنيجي. على راسي. أهلا فيك. على راسنا التواجرية. أهلا فيك. ومنا أد السلامي. إيه. العمامنا. الله يسلمك. أبو أنور و... وما فيه يا أبو وتوابعه. هذا هو. والكل سنيجه ان شاء الله. مو بس مو بس ربعنا. بارك الله فيك. أي. بارك الله. تعرف ابو انور؟ اي ابو انور المختار. ثامري 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 جيراني الشمري. جيراني. ها والله شقبان سلام الدزليه. لا قليل الشقبان. على راسي. الله يحفظك. ممنون لك. هذا اشتريتوه ان شاء الله؟ ان شاء الله. تريدون تربطونهن؟ رباطي والله. كل التوفيق. كل انت خوش مختار اختيار الجميع. نقشه حلوه. اي حلوه. وذن ان شاء الله يجن بالش اسمه ان شاء الله يقومن بالسلام والستر من الله. الستر هو من الله. شلون صار والله هذا اشتراته؟ السعر ماله ب 1,800,000 الزوج ماله. الزوج 1,800,000. خير ان شاء الله. جميل. اي احكي لي، نريد نسالك هم نفيد المشاهد. قول. بالنسبه للارباط هسه انت اخذتهن اليوم. اليوم. البرنامج احكي لي ايش راح تسوي لهن؟ والله هذا نخليه تقريبا نربطه 6 شهور 7 شهور يكبر بعدين يجي. اي يجي يعني المداراه مكافحه وحشيش وعلف. اي ومثل ما يقول الذب علف هو باعتبار يجي الحول. يجي طبعا. اي دبا كل ما الذب علف هو الحول. ايه؟ يكبر من قاعد. نعم نعم. ومكان نعم. حلو ومي نظيف. اي اي وعلى يعني خلينا نقول مدارات بيطريه. طبعا هاي راح نكافح راح نطلع. اي راح نطلع راح نكافح ان شاء الله. اي راح نكافح نضربها ابرتين وغرغره فهو يستعد. واخر باب واخر ابني انتم مؤخر منا مو ما تريدون تطلعون ليش جايين بالنا؟ اي يعني ابو ياسين ابو ياسين عمر ابو ياسين يعني خلينا نقول 6 شهور تربط. اي 6 شهور باطل. ايش قد ياكل علف؟ انت اكيد مشيك الواحد تقريبا ايش قد ياكل؟ طبعا هسه على هذا الحجم. اي يعني اقل شيء خش يقول طنين ونص يعني ظل 6 شهور الواحد؟ لا ها الواحد لا كله انا شك على المكور. على المكور؟ على المكور الثمانية. ثمانية؟ اي ثمانية وعندنا اثنين هناك 10 يعني 2.5 طنين ونص 3 شوية يعني ياكل. يجن؟ يجن وخير من الله. طنين ونص للعشرة. ايه زين اذا هيك زين. واحنا وياهن جت. ها جت شوية من انت ياكل. مخلي نص. اي من ياكل باعتبار بروتين نباتي. طبعا من ياكل جت. اي الامعاء مالته تلين. تلين؟ حتى ما يعطش. ايه حتى يساعد على الهواء. صح. أيه. وهو موالم برودة. برودة عافية.
البرق هسه وقت رباط. هسه انت بالوقت النموذجي للرباط بالضبط، مو صحيح؟ بالضبط. احنا مو خبره، بس احنا ناخذ الخبره منه. تعرفون كل واحد ابو علي. ايه ابو علي استاذي يا نجم الله ابن العرب. ايه ابو علي هو على طول اسمعك بالتلفزيون تلتقي بي. ايه تعرف ابو علي؟ نعم. ايوه هذا ابو علي استاذ الجوبه. نعم وانا نعم. اخذت من عنده واخذت. كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. جميل. في امان الله. الله وياك. ولا تنسى السلام. يوصل. ابو من ابو من؟ ابو احمد. ابو احمد. ماجد الطليحي. طليحي. قول له يسلم. اسمك. اي على راسي. يا هلا. هذني باباشير 2800 مشترينها. تريدهن مال رباط جني؟ لا والله. ها جيني لوك ها يلا موفق عيني. هذا سوق الأباشير ذني 4,200,000 الزوج على 600 وهذه زوجها 1,280,000 أيضا أباشير ناعمة. هاي العملة 1,200,000 وبيهن مجال. أول وحدة؟ واحد؟ 115. زين. يعني اسمح لي هي وبنتها؟ هي وبنتها؟ هي وبنتها ها مطفل. واحد ومية وخمسة وعشرين وهذه؟ واحد وثلاثمية وخمسين. نعم خير إن شاء الله. كثير عيني. ركزوا وياي السؤال كالتالي. يا الله. عندنا قطار كهربائي يسير من الشمال للجنوب. من الشمال للجنوب. زين. إلى أي جهة يطير دخان هذا القطار؟ إلى اليمين أم إلى اليسار؟ ها؟ حسب الهواء. حسب الهواء. يعني الهواء الهواء شلون الهواء؟ إي. أنت شو تقول؟ ها؟ والله ما ادري تفكر اذا الهواء شرق هي الهواء من هنا يطلع الهواء. ابو ياسر عيني عندنا قطار كهربائي ركز بالسؤال يسير من الشمال للجنوب الدخان مالته يمشي لليمين لو لليسار من يتحرك يمنه لو يسره داخل دخل. استاذ عين استاذ احنا راح نشوف المشاهدين شو يجابون. اخونا ابو ياسر النداوي عنده سؤال او لغز يعني اي تفضل شنو حزورته؟ سبع خيل بذيل. شنو هي؟ سبع خيل بفرد ذيل. سبع خيل بفرد ذيل. ونحول السؤال لاخونا. والله انا اقول اخطبوط. الاخطبوط يقول سبع خيل بفرد ذيل. مو صحيح. ها؟ مو صحيح. مو صحيح. وراح نشوف ولون المرواح. ها نعم. يمكن ها مرواح. المرواح والمخطبوط هم صحيح. المخطبوط هم صحيح مضبوط بس المرواح الجواب هو المرواح. ومن المرواح من الادوات التراثيه القديمه اللي كانت تستعمل لمن؟ ذراوة لعزل التبن عن الحب للتذريه. قديما كانوا يستخدمونه للتذريه لعزل التبن الحب عن التبن. اي هاي ما سمعان يقول لي يا ذاري طلعك المرواح. اي والله الذاري ياهو الخفيف يعني يقول له ترى انت صفيج. احنا نقول صفيج صفيج بس هو يضرب المثل به يقول له يا ذاري طلعك المرواح. الشاعر شو يقصد؟ يقصد اللي ما عنده وزن. ما عنده وزن إيه اللي ما يقف لاخوه. هذا اللي مو حزام ظهر لاخوه. اي هذا يروح يطير. اي يطير يطير, يطير. ممنونين للمشاركة وكذلك لكل واحد يشاهد المقطع. على راسي من ابن؟ جاء على مدك. ابو من؟ ابو جعفر. ابو جعفر على راسي. الله يسلمك. هو وهل هبه الله يسلم راسي. الهقاصي. الهقاصية. كفو. المن تردون؟ زويد تحيش. والنعم؟ والنعم بالنعم. والنعم من إمارة. هاي الإمارة زويد الإمارة. ايه ها؟ كل الوطن العربي موجودين زويد ان شاء الله. بطن شاء الله. من بطون العرب. الله يسلمك. تشرف بك. شنو رايك بالقناه؟ والله قناه روعه. انت روعه بيكم. الله يسلمك.
والله واحنا من متابعيك يعني كل الزينة. على راسي. والله بارك الله فيك. الله. وهسه انه بالمحافظات كلش حلوة يعني انت تسوي هاي. ان شاء الله ان شاء الله عندنا برنامج ان شاء الله هسه على ايام قريبا ان شاء الله راح نروح للمحافظات ان شاء الله وكل محافظاتنا على راسنا، اي محافظة تطلبنا احنا بخدمتهم. والنعم منك. خدمة الجميع. والنعم منك استاذ ماجد. على راسي. يا الله صوره يونا ابو علي صباح الخير. صباحك الله خير والعافيه قلبي يسعدك ربي يرحم والديك استاذ. شو محضرنا اليوم؟ عين استاذ ماجد ياهم مبشرين بالنار. المبشرين بالنار اول وحده امراه نور والباقي على المتابعين. الباقي على المتابعين. خوش أيوه. مساعده زين من شبيه نبي الله السؤال الثاني هذا الثاني. نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام يشبه نبي بالضبط نص خطب الاصل يا نبي من عندهم. ان شاء الله ان شاء الله راح من خلال التعليقات راح نتلقى الاجابات. ممنون لك على راسي. عيون ابو حسن صباح الخير. صباح النور. شلون هالطماطه؟ خير من الله الحمد لله. عمره درجه اولى. وهاي البتره؟ هاي البتره درجه اولى مالنا مال الديره. والاسود؟ الاسود درجه اولى مال سمره. هذا خير ان شاء الله. والتمر قسط عمران. قسط عمران هذا زين. عندك اليوم محضرنا فشي؟ اي نعم. اي سؤالي هذا اليوم اول مره في البدايه احيي مشاهديك الكرام حسن. وتحيه لك خاصه يبارك فيك. ايهما سؤالنا لهذه الحلقه ايهما اذكى الحمار ام الحصان؟ ايهما اذكى؟ ايهما اذكى من الحيوانات الذكيه؟ اي جيد. خوش سؤال. سؤال رائع. عيني هلا هلا ابن عمي. شلونك؟ هلا بالشيخ. يابا اليوم ابو ياسر ما موجود وانت عادلي وابو ياسر عادلي فاريد من عندك سالفه من سوالف ابو ياسر مثلها. والله ما اعرف كل شيء. ما يدبر كل شيء. ما يدبر كل شيء. سلام عليكم. ما علمنا ابو ياسر. هلا انا سال عادل. ها موجود ابو ياسر. وين؟ طلعت عيني ابو علي. مضى الف هاي. ممنون لك. يريد حياتنا. واخونا نلتقي باخونا ابو محمد استاذ جاسم الموسوي المهندس جاسم الموسوي على راسي. عنده موضوع يريد يطرحه. تفضل استاذ. موضوع وهو سرقة الانتشار في هاي الآونة الأخيرة سرقة الحيوانات. نعم. من المزارع ومن الأماكن التي تتواجد فيها الحيوانات سواء كانت ليلة انتشرت ظاهرة السرقة وخاصة ظاهرة السرقة النهارية. بالنهار. بالنهار خصوصا من وقت الساعة بالدعش لحد ساعة بالثلاثة. اي هاي ظاهرة جدا خطيرة على المجتمع وعلى المربي. نعم نعم. تسبب له يعني انتكاسات في تربية المواشي. صح. يعني اكو يعني من ينسرق بعد ما يقدر يجوز راس ماله الوحيد من كذا راس بقى. راس ماله يروح. راس ماله كله راح يروح. زين. فاكو يعني نطلب من الجهات الإعلامية متابعة الموضوع وتبطيل على هاي الظاهرة الخطيرة اللي هي بالمجتمع وظاهرة غير إنسانية ظاهرة غير حضارية. وين هو وين الإنسانية؟ ما لها علاقة بالإنسانية. ما لها علاقة بالإنسانية. نعم. أي فالمجتمع لازم يتكاتف هذا الموضوع حتى يحد من هذه الظاهرة. نعم. يعني أنا شخصيا يوم الخميس اللي مضى قبله يوم 8/9 ظهرا باقون عند عجول اثنين من المزرعة انشالا وراحا لحد الآن يعني أدور عليه. بس احنا نقول ابو محمد احنا نقول اكو مثل عراقي يقول ابو البيت شريك الحرام. نعم نعم نعم. احنا نطلب من اصحاب الحقول تحصين التحصين ضد السرقات. التحصين ضد السرقات. نعم. لان المال السائب يدلي على السرقه. المربي هم جزء من المشكله. من المشكله جزء من المشكله. نعم. لازم ننتبه جميعا كمربين. نعم. وكمجتمع. اي ممكن ان واحد يربي تكرم حيوان. نعم. كلب يعني كلب حراسه. كلب حراسه. ايه؟ كاميرات نصب كاميرات. نعم. نصب كاميرات وضع اقفال خصوصا في هذا الوقت تكو تكنولوجيا حتى تقدر تتابع بالموبايل. انت ببيتك تتابع حقلك. تتابع حقلك. صح يعني مضبوط. النقطه الثانيه اللي يجب معها مراعاتها ايه؟ وهو التشديد على السيطرات وضع كاميرات في السيطرات وتصوير خصوصا الحيوانات اللي تمر صوره دقيقه. يعني صورة دقيقة حتى فحد من يجي واحد يسأل إنه حيوان ضاع يقدر بالسيطرة يلقيه عن طريق كاميرات السيطرات. نعم. النقطة الثالثة تسهيل الإجراءات القانونية من أحد يشتكي بالمحكمة يقدم إخبار عن الحيوانات المسروقة. نعم نعم. تسهيل الإجراءات إلى ومساعدته بحيث هم عن طريق هاي المعاملة اللي مقدمها الإخبار يستطيع المربي إنه راح يعني شلون سير الإجراءات. نعم. إن شاء الله أستاذي وصلت الفكرة. بحيث انه الاجراءات تكون انه الشرطه نفسها هي تتابع عمليه السرقه عن طريق الكاميرات. يعني احنا نروح كمربين بالسيطرات ما يخلونا نشوف الكاميرات اذا مو على جهه رسميه. مو هذا ابو السيطره لازم يجي امر
هو احنا ما يصير امر قضائي. يلا هذا اللي نطلبه من سيادتك انه توضح المعنى. على راسي ان شاء الله وصلت الفكره. الله يبارك فيك ويحفظك. ممنون جدا. على راسي. والعجول مش جاية توم قبل اربع اشهر بالخالص اني بدخل الزراعه راح انطرق رقم لك ولا خلي يخابرني يعني انطير رقم والله مناشد اي واحد انطير خلي الرقم انتم ضايعات وواحد مخليه يمنا يعني. نعم خلي الرقم اي 07 بس ترى احنا بعد ما نقدر نحذف الرقم. نعم. خاف تقول لي ان احنا 82 عيدة بالله عيدة 07 82 922 731 0 ان شاء الله. على راسي عين ابو محمد. هلا مشاهدينا الاحبه من سوق مواشي محافظه ديالى قدمنا لكم بورصه الاسعار لهذا اليوم الاثنين 19 من شهر ايلول سبتمبر 2022. ايام العمل في هذا السوق مثل ما ذكرنا بالبدايه الاثنين والخميس والوقت من الفجر وحتى قبل الظهر يعزل السوق. وبوجود اخونا اخونا المهندس جاسم الموسوي اللي شرف فيه وكل اللي يتابعونا نتمنى لكم متابعه نافعه ومفيده وشكرا على المتابعه. لا تنسون اضغطوا لايك.